في العشر الأواخر في رمضان ده تيمان اثنين دواعش عمرهم 18 سنة مسكوا أمهم تكوها ضبحوها بالسكين أمهم وطعنوا أبوهم وطعنوا أختهم وأخوهم وشردوا ماشيين سوريا ولا وين لحد ما الحكومة السعودية جزاها الله خير قبضتهم جابتهم الآن محبوسين ينتظرون القصاص بإذن الله تعالى. هؤلاء هم داعش يقتلون أهل الإسلام، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتلى إرم أو عاد أو ثمود. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هؤلاء الخوارج، قال هم شر الخلق والخليقة، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوهم. وقتلهم ذي الحاكم، يعني ما نحن، عشان البلد ما تبقى فوضى، عرفت كيف؟ وقال عنه في صحيح مسلم قال يقرؤون القرآن رطبا، وقال عنهم في كتاب السنة لابن أبي عاصم ذلقة ألسنتهم بالقرآن، يعني بيقروا قرآن قراية تمام مرة واحدة، ويتكلمون من كلام خير البرية، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خارجي تكفيري مجرم مجرم، وما يغش يقول لك هيا بنا لإعادة الشريعة الإسلامية، كذاب، ده داير له كرسي بالسلطة. أي خارجي على وجه الأرض، دي قاعدة وخذها، وضع لنا الإمام الراشد علي بن أبي طالب قاعدة وخذها معاك، وضع منه يا جماعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي خارجي سميه داعش، سميه تابع لعبد الحيوسف، سميه تابع لسعيد نصر، سميه تابع لصادق عبد الله بتاع اللاماب داك، سميه مين، عمر مين، سميه مين، أي عاطل، عرفته؟ علي بن أبي طالب وضع لنا قاعدة عامة، قال الخوارج طلاب دنيا، دارين شنو يا جماعة؟ الدنيا، علي بن أبي طالب قال كده، ما تسمع الجعجعة دي، هيا بنا إلى الشيشان، وهو قاعد في المرابيع، أنت ما تمشي الشيشان أنت مجنون؟ هيا بنا إلى الصومال، وهو قاعد هنا، يرسل أولاد الناس، أشوفها صغار عمر 15 20 سنة ومرطب قاعد. لا خير في من لا يجاهد في سبيل الله، وهو قاعد، أنت أول زول ما فيه خير، ده ما كذب، هسه كذب ولا ما كذب؟ كذب كذب. وشيوخهم كبار بانين عمارات في المنشية وجبرة ويثرب والرياض والطائف، وراكبين برادوهات بالريموت كنترول، يلين في ولدك يلقاه مراهق، طبعا الشاب لما يكون مراهق بيكون مسخن شديد، يركب فيه الفكر بتاع التكفير، انت اذا لم تذهب الى سوريا فلا ايمان لك، وهو قاعد هنا ومبدا ما مشى، خلي سوريا الشيخ ذات، والله ده ما كذب هسه، والشباب ذاتهم، الشاب ما يبقى وليد يا اخي، اصله لو اللي بيدعوك لو ده جهاد كان ابوك الشيخ ده مشى قدامك ولا ما هو كده يا جماعه؟ إن الحور العين تنتظرك بفارق الصبر، هو قاعد هنا كذب دجل، والحكومة الإنغاز ما أعرف ليك ظالمة، والله لو بقوك رئيس لجنة شعبية بتكفي البوزك ده أنا متأكد، والله إن ادوك مش كرسي في البرلمان، بمبر بر البرلمان بتكفي البوزك ده أنا عارف تكفله، ليه؟ لأنه علي بن أبي طالب قال الخوارج طلاب شنو يا جماعة؟ قال الخوارج طلاب دنيا، بيحبوا الدنيا لكن بيغشوا الناس، هم دايرين الدنيا، بيغشوا الناس باسم الشريعة والإسلام والخلافة الراشدة والشريعة الإسلامية وغيره من الكذب والدجل. أسوأ الخلق على وجه الأرض هم الدواعش اللي هم الخوارج ديل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج شر الخلق والخليقة، وماسكين لهم في آيات من القرآن صح، لكن فاهمينها فهم بليد، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عبد الله بن عباس قال كفر أصغر، وده ترجمان القرآن وحبر الأمة، قالوا والله الأثر ضعيف، أيوه طيب، عطاء بن أبي رباح قال برضه كفر أصغر،
هذه تحلها كيف؟ طاووس قال كفر أصغر، ابن طاووس قال كفر أصغر، الإمام أحمد بن حنبل قال كفر أصغر. أي تفسير من تفاسير أهل السنة والجماعة من الطبري لحد السعدي مرورا بابن كثير وأضواء البيان وتفسير القرآن لأبي مظفر السمعاني والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ومعالم التنزيل للبغوي، وأي تفسير يعجبك قالوا دي كفر أصغر، تحلها كيف؟ ده الحاصل. إلا سيد قطب لعنه الله، إلا سيد قطب، وده لا مفسر ولا عالم ولا عنده علاقة بالعلم أبدا، زول موسيقي وعازف وشاعر زي البرعي، ما عنده أي علاقة بالعلم. يا أخي زول يسب نبي الله موسى، الدواعش يتابعوه ويكفر المسلمين، ده بيسب الأنبياء. سيد قطب في كتابه التصوير الفني ده ما شيخ الخوارج وشيخ الدواعش، ده قال شيخه منه سيد قطب، قال لي ناخذ موسى، كتاب التصوير الفني صفحة 200، قال لي ناخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. نبي رسول من أولي العزم الخمسة من الرسل عليهم الصلاة والسلام، كليم الله، وكلم الله موسى تكليما، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سيد قطب شيخ ناس داعش، لأنه التكفير والضلال والانحراف شالوا من كتب سيد قطب ككتاب معالم في الطريق، وكتاب في ظلال القرآن، وكتاب محمد قطب جاهلية القرن العشرين، وكتاب لماذا أعدموني، وغيرها من الكتب الضالة المبتدعة المنحرفة عن صراط الله المستقيم وعن طريق الله القويم. الفكر ده طلع من الكتب دي، تقالوا طلع من وين؟ والكتب دي جوا فيها سب للأنبياء، شيوخهم ناس داعش بيسبوا الأنبياء، شيوخهم ناس داعش بينكروا العرش والميزان زي ما أنكروا سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن، شيوخهم بيروا وحدة الوجود، إنه الله يتحد مع المخلوق فيكون الإنسان هو الله والله هو الإنسان، ويكون الحيوان هو الله والله هو الحيوان، عند سيد قطب، عند سيد قطب. وديل شيوخ داعش، عشان ما تمشي بعيد يا شيخ، ما تتخدع، ما أي زول يرفع شعار الشريعة الإسلامية يبقى عنده علاقة بالإسلام، زول ما يبقى بليد، زول يفهم يا أخي. ها علي بن أبي طالب قال اعرف الحق تعرف شنو يا جماعة، تعرف أهله، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا إله إلا هو داعش. وأي زول ينتمي لها على ضلال مبين وعلى ضلال بعيد من منهج النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي وصل الشاب مرحلة أنه يكفر أمه، ولد صغير، يوصلوك مرحلة من الشيرز يشحنوك شحن 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 شحن، تقول أمي كافرة، ده عنده دين؟ ده عنده دين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أفتح عليك فرصة للسؤال، النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مش قبيل قلت بفتح لأي زول فرصة بتاعت طيب دقيقة، خلونا يوم بناقشه، أنا بناقشه. طيب أنت كلامي ده ما عاجبك؟ ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عاجبك؟ الرسول قال كده، قال يمرقون، اسمع، قال يمرقون من الدين. شوف انت كلام الرسول ما عاجبك، ما خلاص اصبر، ما اتناقش معك بالراحه كده، هدي كده هدي، انا كفرته، نعم كمل كلام. طيب خلصت سؤالك ولا لسه؟ طيب اول حاجه الرجل ده قال انا قلت عبد الحي يوسف كافر، قلت كده يا جماعه؟ ما قلت يا اخي، سمعت كلامك، دار تتكلم فضل ما في مشكله، بسمعك للنهايه، لكن اسلوبك ده ما اسلوب صحيح، فضل فضل اتكلم، فضل اتكلم، اي خلاص. اذا حجتك الحمد لله باهته، ليه؟ لانه انا اديتك تتكلم للنهايه، ما عندي اي مشكله والله تتكلم، شفت 7 سنة انا ان عشت برجاك، لكن بعد ذاك برد عليك،
لكن ده ما أسلوب تكورك وتكذب ذاته. أنا قلت عبد الحي يوسف كافر؟ ما قلت كافر، عرفتها؟ قلت على ضلال، عجبك ولا ما عجبك؟ عرفتها؟ لأنه عبد الحي يوسف بيزكي سيد قطب وتابع لسيد قطب. هسا أنا شغله ليك تحضره، أنت ده كلام بأدلة ما ساكت، فهمت الكلام؟ بل فيديو. وسيد قطب ده بيسب الأنبياء والرسل. أنت زعلان عندك معه مصلحة أيا كان نوع المصالح المادية الدنيوية غيره بطريقتك، لكن ده مسجد بنقول فيه الحق. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كذلك يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة صحابية جليلة فاضلة اسمها فاطمة بنت قيس. مع صزول ما بيعجب النصوص والأدلة دي إلا يكون عنده حاجات تانية مآرب أخرى، لكن داير دين أهو، ده الدين عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، حديث صحيح البخاري ومسلم، عشان أوريك ذاته الكلام في الناس بيجوز أحيانا ولا ما بيجوز. قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني، أختار منو فيهم؟ هذا عبد الحي يزكي في سيد قطب. بعد شوية الناس لو دارت تتأكد أنا أشغله ليك أحوله ليك، هذا موجود. طيب، فقالت: في اثنين خطبوني، يعني تقدموا لخطبتي، اختار منه. قال لي: اما معاويه فصعلوك لا مال له. جاب اسمه ولا ما جاب اسمه؟ ها؟ جاب اسمه ولا لا؟ جاب اسمه. ده منه؟ ده الرسول عليه الصلاه والسلام، اعلم منك واعلم مني انا، واعلم من عبد الحي بتاعك ده ذاته. فهمت الحاصل؟ واما ابو الجهم فضراب للنساء. جاب اسمه ولا ما جابه؟ جابه. أنكحوا أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع. الإمام النووي، ها؟ الإمام النووي رحمه الله، ذيل العلماء الأئمة، عرفتها؟ في كتاب رياض الصالحين بعد ما جاب باب تحريم الغيبة، بعده طوالي قال: باب ما يباح من الغيبة. اعلم أن الغيبة تباح أو تجوز في ست حالات، منها تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. يبقى ده دين الرسول صلى الله عليه وسلم، انت دايرنا نخليه بيجوطة بيكوراك منك، والله ان دقيت راسك في العرج ده، عشان نخلي كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام والذي لا رب سواه ما نخليه. لكن مستعدين نناقشك بعلم، عرفته؟ انت ما قادر، زعلان، عندك معاه مصلحة معينة بتعرفها انت بينك وبينه، تعال ناقشني، دق له تليفون جيبه. دايرنا امشي له وبمشي له، غيره ده غيره، فهمت؟ لكن ما بنخلي هؤلاء المجرمين الضالين يضللوا أولاد المسلمين، يضلل ولدك لحد ما يكفرك أنت ذاتك، أبوه يكفرك ويكفر أمه ذاته. حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل ولا لا يا ناس؟ برضو دارني أسكت؟ زعلان؟ أزعل؟ الدين ده حقك ولا حقي؟ لا حقي، لا حقك، دين ده حق الله يا زول. زعلت نططت، ده دين الله، والله أنا بكلمك عديل، وانا جيتك هنا معناته مستعد للنقاش، لو ما مستعد ما كان جيت يعني. فهمت الحاصل؟ جيتك هنا بفضل الله مستعد لنقاشك، ونقاش ده وعبد الحي ومين ومين وداعش وكلهم، من ابو بكر البغدادي لاصغر داعشي خارجي صغير خالص خالص. فهمت الحته دي انت؟ فانا جيت، انا المركت برا جيت، انا ما قعدت في بيتي، انت مش نادي وداير احول لك رصيد، بحول لك رصيد، امي تجيبه، امي تجيبه. خلاص؟ ليه؟ لأنه الحق أبلج يا جماعة، والباطل لجلج. صاحب الحق ما يخاف، ما يخاف، الحق ده قوي. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة، بقوة، وأمر أهلك يأخذ، وأمر قومك يأخذ بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. ده الدين كده، دين ده قوي متين، دين ده ما ضعيف. أي شيخ في راسك ضلل الشباب وخلاهم يكفروا أبهاتهم وأمهاتهم، ومنتظر اللحظة ساعة الصفر المرحلة الأخيرة يقول لهم: ضبحوا أبهاتكم وأمهاتكم، زي بتاعنا الدواعش البرة ديل والجوة ديل، جيبوا وجيب شيخه وجيب شيخ شيخه ذاته، هسه يناقشنا. والمساجد سووها ليه؟ مساجد سووها لقول الحق، ما سووها لاجتماعات فارغه ساكت. اجتماع
ولنا اجتماع ونريد ان ننزل الانتخابات، ده ما جامع، ده سمي نادي سمي حاجه، جامع ده محل النقاش، محل المناظرات الدينيه، محل الخطب، محل تجنيد الجيوش ذاته. الجامع كان جامع النبي صلى الله عليه وسلم كده. فانت اذا قدرت تلعب بعقول الناس وتكذب تقول كفرتهم كلهم، هم اللي بيكفروا يا كذاب، هم اللي بيكفروا مش انا اللي كفرتهم. نحن بننكر عليهم انه هم تكفيرين، تكفيرين مش معناته هم كفار، افهم، معناته هم اللي بيكفروا الناس مش نحن. والا المشكله شنو يعني بينه وبينهم؟ انه هم اللي بيكفروا الناس. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها شنو؟ احدهما. تفضل. طيب بيسأل من جماعة الدعوة والتبليغ. جماعة الدعوة والتبليغ يا جماعة، زي ما قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، قال هم صوفية عصرية. فهم صوفية لكن بس عملوا لحى ودقون وقصروا الثياب، لكن صوفية، ويعبدون القبور كما في المركز العام الأول لهم في العالم، أكبر مركز لهم في العالم في الهند في مدينة دلهي، وهو مسجد محمد الياس الكندهلوي الدهلوي، وهو مؤسس هذه الجماعة أو هذه الطريقة، جماعة الدعوة والتبليغ. في هذا المسجد فيه أكثر من 3 أو 4 قباب وأضرحة تعبد من دون الله، منهم قبة محمد الياس الكندهلوي الدهلوي، يطاف بها ويستغاث بهم ويتبرك بهذه القباب. فده منهج هذه الجماعة، وطريقتها في الصوفية الطريقة النقشبندية، وهي طريقة منتشرة هناك في تلك البلاد، ومنتشرة أيضا في الشام زي ما ذكر الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وهي طريقة شركية تدعو إلى عبادة شيخهم وتأليه البشر من دون الله عز وجل، وعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى، دلهم. لكن بعد ذاك أهل البدع في الزمن ده بقى يتلون، ممكن يكذب ويقول لك ما في كلام زي ده، عرفته؟ لكن في كتابه تبليغي نصاب شركيات واضحة ودعوة إلى عبادة القبور، وده من أعظم الكتب حق جماعة التبليغ، اسمه تبليغي نصاب، ده فيه شركيات ودعوة إلى عبادة القبور والقباب والأضرحة من دون الله عز وجل. فالناس تحذر هذه الجماعات. بعدين الدين ده ما فيه أحزاب ولا طرق ولا جماعات. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شيعا دي يعني شنو؟ يعني جماعات وطرق وأحزاب. الله قال لست منهم في شيء، ما تبقى معهم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال الإمام البغوي: السبل دخل فيها جميع أهل البدع والأهواء. الله قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وضيع الدين شنو غير الطرق والأحزاب والجماعات؟ سؤال الفرق الدين غير ديل منو؟ وربنا قال: أن أقيموا الدين ولا شنو تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. كلام ده واضح أوضح من الشمس، لكن في ناس عندها مصالح مع بعض الأحزاب والفرق والجماعات، تلقى يغالي وشاكل ودار ضارب. ليه؟ عشان داريم لك كرشه أو جيبه، في مقابل إنه يضيع دين الله تماما، عشان هو يأكل يملى خشمه ده يضيع دين الله. ما بنخليك والله، والله ما نخليك. طب تلعب ولا شنو؟ ده دين يا زول، ده دين. في رقاب طارت في صحابة، رقاب طارت في الدين ده، في أنبياء ذبحوا نشروا في الإسلام في الدين ده. أنت جاي تضيع ليه؟ عشان تملى خشمك وقدومك أكل؟ ما بنخليك، بنكشفك للناس بالآية والحديث. أي نعم، ما بنقول إن على أمك إن على أبوك إن على قبيلتك، ده ما بنقوله، ما بنسبك، لكن بنرد عليك. والوصف الشرعي اللي بيليق بيك بنديك. ضال ضال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل كذا أشرك مشرك. ضل ضال، مبتدع مبتدع، نقول زي ما هي، تزعل تفرح تصفق. في النهاية نحن ما نازل انتخابات يا جماعة، ده دين، ده دين. والناس اللي ضيعوا الدين، كل الطرق والأحزاب الموجودة دي ضيعت الدين وضيعت الإسلام. شفت كيف؟ نعم. ما تفتح لهم ولا تأويهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من رواية علي بن أبي طالب قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من آوى محدثا،
المحدث ده شنو؟ المبتدع. اويتو تفتح عليه جامع وتبخره له تشغل المكيفات وزول ضال جاي يضلل الناس ده قالوا جاي يسوي شنو؟ والمشكله نحن كسودانيين الا من رحم الله عندنا عاطفه زايده. اي زول يجي قاتل ضله كده ولقوا هو لا زول ده ولي كبير بس عشان قاتل ضله بس عشان قاتل ضله كده يا ناس الدين ما بيعرفوه كده. الدين بالايه والحديث يا اخي. ربنا قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. جيبوا الدليل من الايه من القران من السنه الصحيحه. ده الدين. الدين ما بيزول قاتل ضله. والا لو كان بكده شوفوا الخوارج الرسول وصفهم كيف. قال للصحابه صحابه بيعبدوا الله كيف؟ قال لهم يحقر احدكم صلاته مع صلاته. انتم مش بتصلوا تماما يا صحابه؟ احسن ناس بتصلوا بعد الرسل هاي. بعد ده الواحد فيكم يا صحابه يحقر الصلاه بتاعته قصاد الصلاه بتاعت الخوارج. ويحقر الصيام بتاعه مع صيام الخوارج الكثير الشديد. ويحقر قراءته للقران مع قراءه الخوارج. ابن عباس لما دخل معسكر الخوارج دار يناظرهم سمعهم بيقروا القران كلهم ده بيجاي وده بيجاي الصوت عامل زي الدوي بتاع النحل معسكر ده كله شغال قران. بعد ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. اذا الشغله ما عاطفه يا جماعه شغله ما عاطفه ولا تعبد ظاهر بس انما عقيده ومنهج واستقامه على الدين. لازم تفهم الحته دي. عشان كده كثير من الناس بيزعلوا من كلامنا ليه؟ لانه ما فهم الدين. دايرنا نطبطب له طب 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 انت بتحب منه؟ الله بيحب عبد الحي. يا الله يا سلام امشي من الله وين انا؟ عبد الحي ضال ضال منحرف. انا امشي من الله وين لو ما قلت الحقيقه دي؟ والحقيقه دي وصلتها له ليه جوا مكتبه ذاته؟ قال لك انا خايف منك. وفي التلفزيون قلتها في اي حته قاعد نقولها في الجرايد في اي مكان. فهمت الحته دي؟ ده دين يا زول ده دين. وما فارقه معانا لو الناس زعلوا لو قتلونا ذاته في سبيل الدين ده والله ابدا ما فارقه معانا. لكن الزول يناقش بعلم. اما شغل بتاع مظاهرات وزي استاذ الكوره يعمل يده كده ويطلع ده شغل بتاع مظاهرات ساكت ده ما علم ولا بتقنع عليك زول. اقعد قول قال الله قال الرسول قال الصحابه قال السلف قال الائمه الاربعه قال فلان. جيب العلم جيب العلم اللي عندك. ما عندك اضرب لي شيخك جيب وانا برجعين للصباح ببيتنا لو بيجي. نعم تفضل. اعظم شرط من شروط الجهاد اعداد العده. قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ده قران. زول لو ما طبقوا يجاهد ليه شنو اصلا؟ الله قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. العلماء قالوا القوه هنا تشمل جميع انواع القوى. فتشمل القوه الماديه من عساكر واسلحه الى اخره والقروش. وتشمل القوى المعنويه ودي اهم من القوى الماديه. القوى المعنويه شنو؟ التوحيد. لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشر يعبدونني. ده التوحيد توحيد الألوهية. ده لا يشركون بي شيئا. دار تجاهد اول حاجه انهى الناس عن عباده القباب الموجوده العماله الصوفيه في البلد وعباده البرع والمكاشف وغيره وغيره وغيره. وده دي اول اعداد للجهاد بالمناسبه. لكن تخلي الشرك ما تتكلم فيه، تخلي التوحيد ما تتكلم فيه، وناس لابسين حجابات تب وبيعتقدوا في البرع والمكاشفي تقول لهم هيا بنا الى الجهاد، والله امريكا بينبله تكسر راسكم كلكم. ليه؟ لانه الله قال ان تنصروا الله اول شيء ينصركم. ما نصر ده شر. اذا ما نصرت الله وحدت الله وجدعت الحجاب في الزباله ها
وعقيدتك بقت في الله ما في البرعي ولا في الزريبة ولا في المكاشفي ولا في الكباشي ولا في البادراب ولا في العلفون ولا في أبقرون ولا غيره، عقيدتك في الله براو وحده لا شريك له. تجاهد ليش؟ ها؟ ربنا قال وأنتم الأعلون إن، شو الشرط؟ إن شنو؟ إن شنو؟ كنتم مؤمنين يعني موحدين يعني. لا بد تبقى موحد، لابس لك حجاب في يدك تميمة ماشي جاهد، فجاهد منو ذاته؟ ما ده مشرك، أنت مشرك وداك مشرك برضو، أوباما مشرك وأنت مشرك، ليه يعني تغلبوا يعني؟ الله قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، مؤمنين موحد. فبتلاحظ الجماعات اللي بتسمي نفسها جهادية دي جماعات فارغة ساكت، ما بتدعو للتوحيد بل بيسخروا من الدعوة للتوحيد. يعني يقول شيخ أحمد بيتكلم زي قبيل عن الشيوخ الصوفية وعن عبادة القباب والدعاء غير الله، يقول لك ده لسه في شرك القبور، مولانا ده يقول لك متخلف، ده هم ذاتهم بندقون ناس داعش، يقول لك مولانا ده متخلف لسه في شرك القبور، أما نحن فتطورنا إلى شرك القصور. وتلقى مجدوح هنا ما عنده أي حاجة، لا قصور لا قبور ولا أي حاجة ما عنده، عرفت كلامي؟ فبيستخفوا بداعية التوحيد، وداعية التوحيد ده وريث الرسل والأنبياء، كم ما أعرف أعرف، داعية التوحيد هو وريث الرسل والأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. وأساس العلم والدين والإسلام والقرآن والسنة هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، التوحيد، واجتنبوا الطاغوت، الشرك، غير كده ما بتنتصر. هسه انتصرنا على اليهود نحن، حصل انتصرنا هسه، انتصرنا على أمريكا حصل هسه ما حصل ولا حصل ولا بيحصل ما لم الناس يوحدوا الله. يا أخي في التلفزيون قناة النيل الأزرق جايبين أولاد الشيخ الكباشي، كباشي بتاع بحري ده عنده قبة طابقين، أنا ما أعرف فوق في شنو وتعيد في شنو، زول ميت يعملوا طابقين، ما علينا، جايبينه في التلفزيون في قناة النيل الأزرق برنامج فاشل اسمه حلل البريق، واحد كده عامل عمته كيف بيجي عامل فيها عنده حاجة، والله ما عنده أي حاجة، مذيع يومي مستضيف له صوفي مجرم مستضيفه، استضاف أولاد الكباشي، ود الكباشي قال مما أكرم به أبونا الكباشي أنه إذا قال للشيء كن فيكون. دي أمة تنتصر؟ أنا بسألك بالله، الزول اللي بيدعو لداعش تعال اقعد صنقر هنا من أي مكان، تعال من أي مكان تعال اقعد. محمد عثمان عبد البرهاني في كتابه شراب الوصل يقول أجود على أم لترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمتي، وفي نسخة يقول فرحمة رب الكون من بعض رحمتي، رحمة الله جزء من رحمتي أنا، يعني أنا أرحم من الله نفسه. دي أمة تنتصر. يقول جبريل وميكال وعزراء وإسرافه جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي، قال أنا الله. دي أمة تنتصر، وده متابعينه كم مليون سوداني يا ناس، طريق البرهانية أصحاب الطاقية اللون زي البتاع ده، ها؟ دي أمة تنتصر. القادرية كتاب الفيوضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية في الدار السودانية للكتب الطابق الأول بالناحية الغربية بيعول الليلة، يقول فيها شنو؟ أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأعطيت داوود حلاوة نغمة، ده هو الشيخ القادر. أنا كنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي، أنا كنت مع إسماعيل الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، أنا كنت مع عيسى وفي المهدي ناطقا وموسى عصاه من عصايا استمدتي، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، ما الله هو النعمة حقته. وربنا يقول وما بكم من نعمة، من وين؟ من القادرية؟ الله قال فمن الله، قال لا النعمة حقتي أنا ما حقت الله، دي الصوفية، شكرا بنعمتي
أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، أنا الله ذاته. دي أمة انتصر. البرعي في كتابه ليك سلام مني قال: مصطفى عراكينا مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم. طبعا قالوا لنا انتوا ما بتفهموا، ده شعر لغة عربية. طيب كويس، انا ما بفهم نهائي. البرعي شرح البيت ده، شرحه براو، بيفهم ولا ما بيفهم؟ البرعي قال: هو الحاج تت الفلات رضي الله عنه طلبت منه زوجته خادما تخدمها في البيت، قال: فأمر المريد، كتاب ليك سلام مني اشتريه من مكتبة الجامعة الكبير بتاعت الصوفية ذاتها معاك، انا اشتريه منهم ولا تغالطني، امشي اشتريه واقراه. قال: زوجته طلبت منه خادم، امر المريد يحمل فأسا وثوبا وانطلقا الى الغابة. انا اوريك ان دي امة جاهد، بالصورة دي ممكن تجاهد، ولو جاهدت بتنتصر، وجاهدنا ما انتصرنا ليه؟ ده السبب، ما تغوش نفسك، ده السبب الأعظم، ده السبب الشرك ده. قال: مشوا الغابة، قال: أمر الشيخ المريد أن يقطع عودا بقامة إنسان شجرة، قطع طق طق طول مرة، وأمر أن يلبسها الثوب، العود يلبسه الثوب، ألبس الثوب. قال البرعي قال: فأخذ الشيخ سبحته بحمة عالية يذكر الله، شوف اللعب بذكر الله كيف لعب، قال: إلى أن تحرك العود من تحت الثوب، فقال الشيخ: بخيتة بخيتة بخيتة، قالت: نعم سيدي، فأخذ من يدها وأحضرها إلى زوجتي. ده في فيلم كرتون بيحصل؟ ها؟ دي أمة ممكن تجاهد بالطريقة دي يعني؟ يا ناس، الناس لسه إلا من رحم الله، أنا أقول الخير فيه لكن قليل طبعا، خلاص؟ الناس لسه ما عرفت الله إلا القليل من الناس، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم، خلاص؟ ما عرفوا الله، يا جاهدوا لله كيف يعني؟ وشابك الناس الدولة الإسلامية ما عندها علاقة بالإسلام يا شيخ، داعش ده ما عنده علاقة بالإسلام، دي الناس مجرمين، ذريعة بتاعت يهود، كتلوا المسلمين، سبوا النساء المسلمات، زنوا بالنساء، سموه قال جهاد النكاح. فتيات سودانيات، ما شفت أنت ما قاعد تقرأ جرايد؟ طفشا مشى ليبيا، واحد أبوها قال: أنا قاعد في المطار، قال جات منغبة بجنبي ما عرفتها، بعد شوية ضربت لي في ليبيا، قالت: اعفوا مني، عفوا وين يا زول؟ اتزوجوها هناك ولا زنا؟ في مسند الإمام أحمد بن حنبل، أنا بتكلم معك بأدلة، خلاص؟ رحمه الله بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما امرأة نكحت، يعني زوجت، نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. زنا ده زنا يا شيخ، وينو بجهدنا داعش؟ وينو جهازاته في ليبيا ولا مالي؟ ده المسلمين يقتلوا مسلمين يا أخي، مسلم تقتل مسلم تقول جهاد؟ ربنا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. شوف دي كم وعيد، شوف ده كم وعيد. واحد يطبح امه يا اخي، يقول: امي كفرت بالله يا اخي، يطبحها ويقول ده جهاد؟ يا جماعه ده دين؟ انا بسالكم، ده دين؟ دين داعش ده دين؟ ده ما دين، والله ما دين. رضي من رضي وابى من ابى. يا اخي في سنن النسائي باسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من روع مؤمنا، تخوف لك مش تقتله، تخوف ظلام ده تقول له ان شاء الله بالهزار، ان شاء الله بالهزار. قال: من روع مؤمنا او قطع طريقا او هدم منزلا فلا جهاد له، فلا جهاد له. غش شوف يا اخي، امك كفرت وابوك كفر وهيا بنا الى جهاد يا كذاب يا محتال، تغش شوف. تفضل. ما سامع والله. ايوه نصلي صلاة جات؟ نصلي ونأخر سؤالك أنت بعد الصلاة إن شاء الله، عشان ما نحبس. الجهاد يا جماعة مهمة جدا، أن يكون الجهاد تحت راية الحاكم. للحديث: إنما الإمام جنة
يتقى به ويقاتل من ورائه. فشي الحاصل الآن عصابات كل 7 أنفار يبايعوا لهم زول في أوضة مظلمة، نبايعوك على الجهاد ومنو ذات تبايعوا؟ دي ما بيعة ودي باطلة ذات وبدعة، دي بدعة وده ما جهاد، ده إفساد. فالجهاد يكون وراء الحاكم المسلم بغض النظر إنه ظالم ولا عادل، حاكم مسلم رفع راية الجهاد، عرفت؟ ده الجهاد الشرعي، ده الجهاد الشرعي. أما زول ساكت عمل فيها داعية وشيخ يغش أشوفه ويعوني، ده كذب. أبو بكر البغدادي كذب، ده كله ما جهاد، ده إفساد. الجهاد لابد يكون شنو يا جماعة؟ وراء راية الحاكم، الحاكم المسلم، لأن الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم شنو؟ عبد حبشي برضو تسمع وتطيع. قال اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، ده الدين. أي كلام غير الكلام ده، ده كلام هوى ولخبة ساكت ولا دين ذاته، ولا بوديك للجنة بالمناسبة، بوديك جهنم. تمشي تكتل المسلمين في مالي ولا الصومال ولا ليبيا، ترشي لك مسلم تقتل، ده ما جهاد. تغتصب لك فتاة مسلمة تقول ده جهاد النكاح، ده زنا يا زول، ده زنا، عرفتها؟ باطل. وربنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وغير من الشروط تحت الجهاد المعروفة في كتب أهل العلم وكتب الفقه. نعم. والله يا أخي شوف، أول حاجة أنا ما أقدر أدافع عن نفسي، لأنه إن كنت مؤمنا حقا فإن الله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن كنت غير ذلك فلا حاجة لي في الدفاع ولا فائدة في أبدا. ده بالنسبة ما يختص بينا. أما تسكت أو قال أنا ما بتكلم في عبد الحي يوسف فده ضلال. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ما تكتم الحق، أنت خايف ليه؟ لا يملكون لك رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الرزق عند الله، الله قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ما يعني عبد الحي. ولا يملك لك موت ولا حياة، وريهم انه زول ضال تابع لتنظيم القاعده، او ده شغله ليك بيمدح في تنظيم القاعده في بلاد رئيس تنظيم القاعده، وبيمدح في سيد قطب الذي يسب الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، والذي يسب عثمان بن عفان، والذي يقول بعقيده وحده الوجود الكفريه الالحاديه. ده نديك عبد الحي الان بيمدح فيه في سيد قطب ويقول سيد من سادات المسلمين، بل يمدح الكتب السبب فيها الأنبياء ذاته وبوزعها عبد الحي ككتاب في ظلال القرآن. عبد الحي بيوزعه، جابوا كونتينر كامل قريب ده وزعوا للناس. يمدح كتاب معالم في الطريق، وكتاب معالم في الطريق ده انت عارف هو شنو؟ في الصفحة 120 من كتاب معالم في الطريق إلى 125، صفحة 120 إلى 125 يكفر سيد قطب جميع المسلمين حكاما وشعوبا، كلكم كفار عند سيد قطب. ده عبد الحي بيمدحه، ده دين والله، ما فيه لعب ولا فيه خوف من احد. ونحن لما نقول والله بنتبسط شديد، خلاص واحد بيجد راحه نفسيه لا يجدها ابدا الا في الكلام في هذا الدين. ها؟ لكن في ناس ياكلوا عيش باسم الدين، ما بنخليهم ابدا ابدا. الاستهزاء بالنبي عليه الصلاه والسلام او بالقران
أو بالسنة أو بشيء من الدين كفر بالله. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. ودي أشياء ما فيها مجاملة ولا فيها لعب أبدا. نعم. وكذلك سب الدين برضو كفر بالله سبحانه وتعالى، وده بيتهاونوا فيه كثير من الناس الليلة. مجالسة أهل البدع لا تجوز، من الصوفية والأخوان المسلمين والتبليغ والتجانية والسمانية وغيره من أهل البدع وناس داعش وغيره من أهل البدع والضلال، ما بيجوز تقعد معهم. ربنا قال كده: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الله قال كده. والآية دي السلف والمفسرين قالوا معناتها الخلاصة المعاني يعني تحت الآية دي والتفاسير إنك ما تقعد مع أهل البدع. الله قال كده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الرسول قال لك احذرهم، أنت تقعد معهم؟ الرسول حذرك منهم تقعد معهم كيف؟ نعم. شنو؟ نعم. أخونا جزاه الله خير وبارك الله فيه، سأل سؤال قال: يا أخ، مسألة الردود لأهل السنة في بعض، وطبعا اتكلمنا عنهم قبل، ديل ما من أهل السنة، ديل من أهل البدعة، ديل المبتدع، لكن هو بيسأل من الردود بين شنو؟ بين أهل السنة في بعض. قال: الأولى إنه يكون في تناصح قبل ما يكون في شنو؟ الردود في العلن وفي الفضائيات وفي الإنترنت وغيره. لا، الفقهاء قالوا الخطأ نوعين. أسمع كلامي ده كويس، ده كلام العلماء. قالوا خطأ يرتكب الإنسان بينه وبين ربه ولم ينشره بين الناس، ما نشره يا جماعة شنو؟ بين الناس، ولا دعا إليه أحدا من المسلمين. غلط عملته أنا براي بيني وربنا، عملته أنت وكل بني آدم خطأ، وخير الخطأين التوابون. قالوا ده أنت إذا شفته غلطه ده ما يجوز لك تجي تطلع على المنبر أو تمسك المايك أو تنشر في النت أو التلفزيون تقول محمد ود أحمد غلطان في كذا كذا، ده حرام. ده هو اللي بيتناصحوا بينك وبينه. ليه؟ لأنه ما أخطأ قدام الناس، ما نشر خطأ ولا بدعة ولا ضلال بين المسلمين ولا ضلل المسلمين. ده بنصحه حتى لو ده تتكلم في الخطأ ده تحذر منه المسلمين ما تجيب اسمه قالوا. وده في الحتة دي تحديدا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ده لما ما الزول ينشر الخطأ ما بجيب اسمه. النوع الثاني الفقهاء قالوا زول يمسك المايك ويضلل الناس المسلمين، يكذب عليهم انه ده كلام الله وده دين الله وده ما دين الله، المسلمين يسمعوا لانه ده دكتور فلان او العلامه فلان في نظرهم هم، او الشيخ الفهم الفهامه فلان او العالم فلان لانه بيجي التلفزيون او بيطلع على المنابر وهو كذاب مجرم ضال مضل. ده الفقهاء قالوا بالاجماع، بل ابن تيمية قال باتفاق المسلمين ذاته، خلي الفقهاء بس، باتفاق المسلمين ده يرد عليه في العلن. ليه؟ لأنه نشر الخطأ في العلن يا ناس. لو أنا مشيت نصحته وراه المسلمين ده اللي بينصحهم منه ما زود أضللهم هم؟ فهمت الحتة دي؟ قال ابن تيمية في ذلك في المجلد 28 قال: وأما إذا أظهر، بعد ما قال إذا زول أخطأ بينه وبين نفسه ده تنصح براه، بعد ذاك جاب النوع الثاني
قال وأما إذا أظهر الرجل المنكرات يعني بين الناس وجب الرد عليه علانية ولم تبق له غيبة بعد ذلك. خطيب القوم صحابي جليل أخطأ في كلمة لكن كان بين الناس بين القوم ما براه، والخطيب يخطف الناس. قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. النبي عليه الصلاة والسلام قدام قوم وقبيلته ذاته قال لبئس الخطيب أنت، قل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى قدام الناس. ليه يا جماعة؟ لأنه الخطأ كان شنو؟ قدام الناس. لما جو ثلاثة بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، الأول قال أنا بصوم ما بفطر، والثاني قال ما بزوج النساء، والثالث قال أقوم الليل وما بنوم أبدا، ما نشروا الكلام ده بين الناس ولا فعلوا، بس قالوا حنسوي. لما جو راجعين لما فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم جبيته وقال ليه حصل كده كده، في ناس جو هنا قالوا كده، جرق بالمنبر قال ما بال أقوام، ما قال فلان وفلان، لاحظت؟ ليه؟ لأنه ما نشروا بين الناس. قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما 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 إني أخشاكم لله وأتقاكم وأعلمكم بالله، أقوم وأنوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أسماء منو؟ ما جاب أسماء. يعني شيء ما نشروه. عرفت الحكة دي؟ المسيح الدجال، الدجل والكفر بتاعه ده في نفسه ولا بيضلل بالناس؟ بيضلل بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الأعور الكذاب، قال عنه المسيح الدجال. شو الألفاظ دي شديدة كيف؟ قال ما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال الأعور الكذاب، ولقد أنذره نوح قومه وإني محدثكم عنه حديثا ما حدثه نبي قومه. كلم عنه عديل باسمه. ليه؟ لأنه ده الضرر بتاعه ماله يا جماعة متعدي. فدي قواعد. وناس الكورة بيقول لك نقد رياضي، تلقى لابس كرافتة خانق رقبته، دكتور فلان 4 ساعات قريب ربع ساعة ما عنده موضوع ذاته، فتش الموضوع تفتش. وطبعا الراكب اللاعب ده ركبته زاغت ما عارف شنو، يقول تسألهم يقول لك ده نقد رياضي، خليك روحك رياضية. الناس ليه ما تخلي روحها إسلامية؟ ليه؟ ليه؟ ناس يكذبوا في الدين ويكذبوا على الله ويكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ويكذبوا على القرآن والسنة، والناس قاعدة تتفرج. لما نجي نقول ده غلط يقول لك لا ما كان تقول، داك ما كان يقول مش أنا، داك اللي قال الباطل يا أخي، داك البوري مثلا، البوري قال غير الله بيخلق، هو اللي قال. يقول لك إلا نبست الأولياء، والله ما نبست، ولا قلت أنا على أمي، ولا قلت أنا على أبي، ولا قلت أنا على قبيلته، قلت هو قال وفعلا قال وكلامه ده باطل، والله قال الكلام ده شرك وكفر بالله. وينو النبس؟ وينو النبس؟ ربنا قال بيخلق براو، البرعي قال تت الفلاتي قلب العود مفهوم، خلق بخيتة من شجرة من الغابة، خلق عديل، ده كفر ولا ما كفر؟ ربنا قال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله قال في ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ضبان ما يخلقه، يخلق له بخيتة، كذب وكفر. لما نرد مثال على الكلام ده يقول لك والله يا أخي ديل بيتكلموا في الناس، يا أخي ذاك يتكلم في الله، ما نتكلم فيه كيف؟ وربنا ما تكلم في ناس، ربنا قال سيقول السفهاء من الناس، قالوا سفهاء الناس اللي قالوا الكلام ده كانوا معروفين. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الله قال من الناس، ما دي الناس الله تكلم عنهم. ومن الناس من يشتري له الحديث، دي الناس. فما كل الكلام في الناس باطل، بل في كلام في بعض الناس جهاد في سبيل الله زي الكلام ده. نعم ربنا. كلمة المجرم
لا تقال للناس إلا لمن يستحقها. ربنا قال وما أضلنا إلا المجرمون، هل قال كده؟ ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الله قال في كل قرية في مجرم قاعد، قال أكابر مجرميها، في مجرمين كبار، قال مش مجرمين صغار كمان. فمجرم دي يستحقها يستحقها، ضال يستحقها يستحقها، ما يستحقها حرام تقول له، ده العدل والإنصاف. تفضل. نعم. شنو؟ نعم. تعبير شنو؟ بيسأل من مؤتمر الشيشان وحد الرجم. مؤتمر الشيشان الخلاصة ذكر الجفري الصوفي زعيم المؤتمر بتاع الشيشان. مؤتمر أصل رعاية أمريكا ورئيس روسيا، كبار كفار العالم مبسوطين من المؤتمر ده. وقبل المؤتمر بتاع الشيشان الكونغرس الأمريكي بيت اليهود والصهاينة دعا 12 شيخ طريقة صوفية سوداني صوفي، دعاهم من هنا ساقهم الكونغرس الأمريكي، ساق محمد المنتصر الإزيري، ساق ود الكباشي، ساق بتاع البرعي خليفة البرعي، ساق بتاع مين خليفة قريب الله الفاتح قريب الله ولده ذاك محمد مين. 12 شيخ طريقة صوفي الكونغرس الأمريكي اليهودي مبسوط منهم جدا خالص، دعاهم في البيت الأبيض وصوروا زي لعبة الكورة، واحدين واقفين فوق ما شفتهم في الصورة، واحدين قاعدين تحت قاعدين كده مصورين مع الكفار. ليه؟ لأنه الصوفية ده اللي بيخدموا غرض لليهود، ها؟ اليهود ما يقدر يحققوا بجميع الأسلحة الكيميائية حقتهم في قتل المسلمين. ليه؟ لأنه الصوفية قتلوا عقائد أغلب الناس اللي بينتسبوا للإسلام، دمروا العقيدة بتاعتهم. أدعو الله يقول لك الشيخ ماله؟ شيخ ما كفاية؟ أحلف بالله لا لا، وحات سيدي حسن واتحسونا، وحات أبوي الشيخ، استغيثوا بالله لا 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 لا. قال البرعي إناب خطب في البلاد نزيل، حصلت مصيبة أوعك تدعو الله، قال إناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفان الذي قد خصه من ربي التبجيل. صفحة 119 ديوان رياض الجنة للبرعي السطر الأول والثاني. أها. خربوا عقائد المسلمين. أوباما أداهم تحية، دعاهم من السودان، قلعهم ساقهم وداهم أمريكا وجزاهم الله خير، خربتوا الإسلام بارك الله فيكم، أرجعوا. بعد يقول لك محمد بن عبد الوهاب يهودي، اليهودي منو؟ يا ناس اليهودي منو؟ المستر هانجر ولا هانفر منو؟ مستر هانفر منو؟ وفرحانين الصوفية، قالوا مشينا الكونغرس، الكونغرس حفظوكم في سورة الفاتحة؟ كونغرس محل حرب الإسلام، بيحاربوا الدين من جوا هناك، أنت دعوك لأنه لقوك أكثر زول مظبوط تقدر تحارب الإسلام، لكن ما بتقدر تنتصر على الإسلام، لأنه ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق ولكم الويل مما تصفون. يا صوفية وغيرهم ويا كونغرس ويا يهود ويا نصارى ويا غيرهم. فده قبل مؤتمر الشيشان، دي كان تمهيد. بعد ذاك أمريكا واليهود عملوا مؤتمر الشيشان. شنو؟ الجفري قال في كلمة واحدة بس، دقيقة 22 من كلمته تقريبا، كلمة واحدة قال مؤتمر الشيشان الهدف هو التعريب بمن هم أهل السنة والجماعة. مشى قدام قال وأهل السنة والجماعة هم الصوفية. ده مؤتمر الشيشان. بس ولا داري لو كان في التو بدلة وقناة جزيرة وقناة بتاع وسجم رماد وهكذا وننظر ونرى، لا 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 لا، ده مؤتمر لنشر التصوف والشرك والكفر وعبادة الأضرحة والقباب وعبادة الشيوخ والدجالين والفكية من دون الله. ده الموضوع، لأنه ده بيزبط مع أمريكا ومع إسرائيل تمام مرة واحد مرة واحد،
زي ما النصارى بيعبدوا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، واليهود بيعبدوا عزير وبيعبدوا غيره، عرفتها؟ كمان الصوفية ديل بيعبدوا البراء، ديل بيعبدوا المكاشفي، ديل الفاتحة غريب الله، ديل حسن وتحسونة، ديل صايم ديمة، ديل صابونابي، ديل كل واحد يعبد له واحد. ده الحاصل، ده الحاصل، وما في إنسان يقدر ينكر الكلام ده. الآن ما من قرية إلا من رحم الله في البلد إلا فيها قباب صواريخ موجهة للسماء، ولا ما في؟ يا أخي في قبة هنا جنوب الخرطوم، ما دار أذكر اسم المنطقة، في قرية الله رسل لها صاقعة من السماء فارتقى طوبة طوبة سبحانه وتعالى، وحرق الشجرة جنبها سبحانه وتعالى العزيز الحكيم القوي المتين، فارتقى طوبة طوبة. بدل ما يقولوا والله يا أخي نتوب إلى الله إنا إلى ربنا راغبون، بدل ما يقولوا كده قالوا لا، قالوا أصلا الصاقعة كان وقع في الحلة، فأبونا الشيخ الميت المدفون الولي الصالح ده فدى الحلة جرى الصاقعة على القبة بتاعته فارتقى. فالدين ده بيعجب أمريكا واليهود إسرائيل عجب تمام. يا أخي زول يربطك بحجاب بتميمة، ما يربطك بشنو؟ ما يربطك بالله سبحانه وتعالى. خليه ولو داير سؤال بديه، خليه عمنا لو داير سؤال ندي، شفت كيف؟ يربطك بدلقان، يربطك بدلقان، عرفت كلامي؟ فده دين باطل. طيب فده مؤتمر الشيشان، واصلا مؤتمر يدعو الى التصوف، سامحك الله سامحك الله، ده مؤتمر يدعو الى التصوف. اما السؤال الثاني بتحدى الرجم ما في مشكله، اي زول داير سؤال انا بديه، والله انا مبسوط جدا وصدري واسع لك تب بفضل الله عز وجل. طيب اي لانه الحمد لله احمل القران والسنه برد لك على يعني الأدلة اللي بترد عليك أحملها إن شاء الله، برد بها بفضل الله عز وجل، ما في داعي أجوط ولا في داعي أزعل ولا في داعي أنبزك يا عمنا ويا خالنا جزاك الله خير، أنا برد عليك بالقرآن والسنة، وده اللي بيزعل كثير من المرضانين، لأنه ربنا قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لما تقول الله براول بدي جنة في ناس بكوركو، لما تقول البرعي ما بدي جنة الله براول بدي في ناس بيزعلوا، لما تقول ما تدعو غير الله في ناس بيزعلوا، ليه؟ لأنه الله قال الكلام ده، ما تستغرب، خليك طبيعي جدا وأعصابك في ثلاجة، لأنه الله قال كده، ربنا قال وإذا ذكر الله وحده، يعني قلت الله أعبد الله براول ما تعبد الفقراء والأولياء، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه، أنت عارف أنا لو جبت نوبة ها؟ كثير من الناس اللي بيجوطوا ديل والله كان عرضوا عرض، والله كان يعرضوا عرض عجيب مرة واحدة. ربنا قال كده ما كلامي، وإذا ذكر الذين من دونه، الله قال إذا هم يستبشرون، الله يفرح فرح، لكن ده دين ما بنخليه والله الذي لا إله غيره، ده دين الله يا شيخ، ما حقك تجوط تكورك تنبز تسب تلعن، ده دين الله، ولا بد يمشي دين الله ده جوع اي بشر جن ولا انس، ده دين. اي وانا بدعو اي زول معترض على كلامي ده يناقشني بعلم، ما عندهم شيوخ، ما عندهم علماء، ما عندهم دكاتره ورفات، عندهم كتار شهادات فارغه ساكت، تعال ناقش، ما عندنا اي مانع، بنأجر لك محل المناظره احنا ذاته على حسابنا، جيب لك بارد وزلابيه، تعال ناقش. ايوه حقتهم. السؤال الثاني بتحدى الرجم، جزاك الله خير. السؤال الثاني بتحدى الرجم، يا جماعه الزاني المحصن يعني المزوج، خلاص كلمه محصن دي عندها معاني كثيره، من يقول لك امراه محصنه في القران يعني مزوجه مزوج، ومحصنات برضو في القران يعني بكرة بكرة حرة، ما أما ولا مزوجة، برضو بتجيب المعنى ده برضو في القرآن والسنة وغيرها من المعاني. ف زول يتزوج ومشى زنا وأقيمت عليه ولا الشهود وكده وخلاص، المهم يتبين الأمر بالشرع،
فده يرجم حتى يموت، يرجم بالحجارة. أما يغير إلى جلد أو إلى شنق أو إلى كهرباء أو إلى غيره، ده باطل، ما صحيح. ليه؟ لأنه الله قال يرجم بالحجارة، قال كده ربنا سبحانه وتعالى، فلا بد يرجم لأنه الله قال كده. الله لو كان قال اشنقوا أو كهربوا يبقى يشنق يكهرب، ما يرجم بالحجارة. طيب وين الله قال الكلام ده؟ ما هو شبهة بتاعت الشعبيين واتباع الترابي، لا ما دي ماسكين القناة بتاعت اس 24 والحاجات دي، بيكذبوا ودجلوا على المسلمين. دق لي بتاع الغناء قال لي دايرينك في مناظرة، قلت له جدا، تاني ما دق لي الليلة، شفت كيف؟ المهم بيجيبوا ناس يلقطون بجاي ضعاف، يمسخروا بهم يمسحوا بهم الوطن. فلما دي فاكنهم في التلفزيون قالوا ما في ذاته زاني متزوج يقتل ذاته، لا رجما ولا غيره ذاته، يعني تزني وتقوم طوالي تتخارج تمشي السوق طوالي. يريدون ان تشيع الفاحشه الذين امنوا، وده لا يمكن ان يكون ابدا. طيب وين الله قال؟ هم قالوا ما في ايه في القران، في ايات في القران. واحد قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله، دي ايه ولا ما ايه في القران؟ في القران. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، في القران. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، دي في القران. في القران: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول، في القران. في القران ربنا قال اخذوا كلام الرسول. يبقى لو انا اخذت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، اخذت بالقران ولا ما اخذت؟ سؤال. الله قال لك وما اتاكم الرسول فخذوه. طيب انا اخذت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى اخذت بالقران كلام الله ولا ما اخذته؟ اخذته. رفضت كلام الرسول وقلت الرسول ده كذاب، زي ما هم بيدجلوا بيكذبوا، اخذت بالقران ولا رفضته؟ رفضته، لانه ربنا قال وما اتاكم الرسول فخذوه. عشان كده لما جات امراه في صحيح البخاري، جات امراه لعبد الله بن مسعود، شوف العلم بتاع الصحابه كيف، علم غزير، علم صافي نقي، ما كوراك وجوطة ساكت. فقالت: يا ابن مسعود اني سمعتك لعنت كيت وكيت، هما كان قال لعن الله النامصه والمتنمصه والفالجه والمتفلجه وكده والواصله والمستوصله الى اخره. قالت: اني سمعتك لعنت كيت وكيت، يعني كذا وكذا، ولم اجده في كتاب الله. في القران ما في نامصه متنمصه واشره مستوشره، الالفاظ ما لاقتني. ولقد قرات ما بين اللوحين، يعني قريت المصحف كله، ما في لا نامصه لا واشره، ما في الكلام ده، ما في. قال عبد الله بن مسعود، وده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. كرعينه بس، مش علمه الباقي، كرعينه. ومن أراد أن يسمع القرآن رطبا غضا طريا كما أنزله الله فليسمعه من قراءة ابن أم عبد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود، شوف العالم ده كيف قال لها: أقرأتيه القرآن؟ قالت: نعم. قال لها: ولم تقرأي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم قرأتها. قال: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه في الآية دي. ما القرآن أجمل بعض الأشياء، والسنة شنو يا جماعة؟ فالصلاة. طيب ربنا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، آية البقرة. طيب الله قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف؟ صلينا العشاء 4 ركعات،
وين في القرآن أربع ركعات؟ سؤال. الصبح إن شاء الله هنصلي ركعتين. وين؟ وين؟ خلاص؟ هتقول سمع الله لمن حمده. وين؟ هتقول التحيات لله والطيبات والصلوات والسلام عليك أيها النبي إلى آخره صلى الله عليه وسلم. وين؟ قال وآتوا الزكاة، وربنا قال وآتوا حقه يوم حصاده، والآيات في الزكاة الأنصبة والتفاصيل بتاعت الزكاة وين؟ لابد تلقاها وين يا جماعة؟ في السنة، لأن السنة ذاتها كلام الله. ربنا قال عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أنت تجي تقول الرسول كذاب، شعبي ولا ترابي ولا غيره، كذب، أنت الكذاب، ما النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عرفنا كده الحاصل، النبي عليه الصلاة والسلام في السنة رجم، وأمر الصحابة فرجم، كما جاء في صحيح البخاري أحاديث عن الرجم، علي بن أبي طالب الرجم، وجاء راجع قال إنما رجمت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لو دار تناقش لك واحد شعبي، ما تناقش في الرجم، ناقش ذاته إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ده عنده كلام في الدين ولا ما عنده، كان ساكت ساكت ولا عنده كلام في الدين. ده الموضوع يا ناس. عشان كده أي زول مشى ناظرهم فشل من الناس اللي ما بيعرفوا المناظرات. زول اصلا بيكذب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، انت تجي تقول لي رجم، تقول لي قال او في البخاري، بيضحك فيك، ما شفته بيضحك؟ يسخر منك، لانه اصلا ما متفق معك في الرسول ذاته صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. قال له الرسول، الرسول عيسى نازل يكون كذاب، وذول شعبيين اصلا، وذول شيعه في النهايه، انت قال لهم شنو؟ شيعه مشوا ايران وتدربوا هناك وبتاع، جو حاملين بالافكار بتاعت الشيعه، ما جابوا شيء جديد. وهو يقول لك مجدد، ما مجدد يا زول، الافكار دي موجوده قبل ما يلدوا، عرفت كلامي؟ مية لورا زيه، عرفت كلامي؟ ما الافكار دي موجوده قديمه، وردوا على العلماء انتهوا منها، الشت كلها انتهوا منها، الحمد لله رب العالمين. فهذا الدين موجود، والسنه محفوظه، والقران محفوظ، والسنه محفوظ. ومن اعظم الادله على حفظ السنه من الواقع انه ربنا قيض علماء بينوا لك دي الاحاديث الصحيحه ودي الاحاديث شنو؟ ما صحيح الموضوع يعني. نعم نعم قال في حرب الآن في اليمن هي ضد الحوثيين، الحوثيين ذي الشيعة، شيعة يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يسبوا السيدة عائشة، يسبوا الصحابة، يكفر أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، شفت كيف؟ يقولوا عائشة رضي الله عنها زانية. أنت لازم تعرف الحوثيين ذي المنوزاتو اللي بيقاتلوهم ذي الناس مجرمين، ناس دينهم ده دين يختلف عن الإسلام، شيعة رافضة. فعذبوا أهل اليمن، عذبوا المسلمين والمسلمات عذاب شديد، والإعلام ما بيجيب الكلام ده، قناة الجزيرة ما بتجيب لك الكلام، عرفتها؟ ما بيجيبوا الكلام ده، تعذيب للمسلمين. عشان كده دخلت السعودية جزاها الله خير وحرسها الله، واستعانت بالدول الإسلامية اللي وافقت تقاتل معاها بمشاورة حكام ورؤساء هذه الدول، منها السودان، وجزاهم الله خير، الحكومة السودانية وافقت ورسلت قوات وأسلحة وعدة وعتاد لحرب هؤلاء المجرمين أعداء الله وأعداء رسوله. وديل مش هم اليمنيين الناس الكويسين، لا، ديل شيعة رافض. اليمنيين ناس طيبين نحسبهم والله حسيبهم، عرفته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أهل اليمن أرق قلوبا، أرق أفئدة وأرق قلوبا، وقال الحكمة يمانية والإيمان يماني إلى آخره. لكن ديل شيعة الحوثيين ديل، فده جهاد صحيح 100%.
ليه؟ لأنه رفعوا الحاكم بتاع بلدك ذاته رفعوا، قال الدريم مشي مشي، أو جند ناس معينين اختارهم هو وداهم، جزاه الله خير على ذلك ويشكر على ذلك. نعم. شبهات شنو؟ التترس طبعا دي شبهة بيجيبوها السرورية وجماعة عاملين فيها داعش وما عندهم موضوع كله، شفت كيف؟ ف أول حاجة تترس وما تترس مش في الجهاد ولا في حاجة تانية، أول حاجة شغلك ده ما جهاد، يعني انسفوا لك من البداية كده خليك من التترس، شغلك ده ذاته ما جهاد، يعني لو ناقشناك انه تترس ويجوز وما يجوز ومتى يجوز وما ما يجوز وما يجوز، نحن بنكون غرينا انه موضوعك ده شنو؟ جهاد؟ لا 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 لا، موضوعك ده ما جهاد، لانه ما تعترايت حاكم ثلاثة شفع يبيعوا لهم واحد شيخ عامل له دقينة صغيرة يبيعوه في أوضة في ظلمة، اطفي النور اطفي النور، ناس الأمن بيجونا طي اطفي النور وبايعوكم على الجهاد، وانت غايب من ناس الأمن ماشي جاهد أمريكا، أنت مجنون ولا جنون؟ خلاص يطفي النور يبايعوه، بعد ذلك يقول لا لا التترس، إذا تترس الكافر من المسلمين في عمارة فلا بد أن تفجر كل العمارة، ده هو بيقصد فيه، ده خلاصة موضوعهم في التترس، تفجر العمارة كلها لو فيها مليار مسلم وكافر واحد عيونه خضر يقول لك تفجر شت لأنه مترس بهؤلاء، يا أخي أنت شغلك ده مين طلعت من بيتك؟ غلط كده، خلي العمارة وخلي الشغل ده كله تترس، بعدين التترس اللي هم بيعنوا به ده ذاته زي المبنى اللي كان في الرياض ولا الخبر ولا وين؟ الخبر مش كده، المهم مبنى سكن يعني زي حلة بانينا لفوق السعوديين كل مسلمين شت، في واحد ولا اثنين قالوا امريكان قاعدين جوا، قالوا والله ده تترسوا بالمسلمين، دخلوا بتاع حزام ناسف ولا مصيبه فجروا العماره شت، قتلوا جميع المسلمين من ضمنهم خمسه سودانيين طفله صغيره سودانيه قطعوا حته حته، قالوا لهم في كافر قاعد جوا، يا ناس جهاد، يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال من روع مؤمنا مش تقتله، تقول له وه تخوفه كده ده ما جهاد، انت ما عندك جهاد ثاني، من روع مؤمنا او هدم منزلا او قطع طريقا فلا جهاد له، واضح ولا ما واضح الحديث ده؟ واضح يا ناس، ومنو اللي قال لك اي كافر ذاته يجيز يقتله؟ منو اللي قال لك؟ اذا انت بقيت شفت يعني مسؤول في البلد دي ذات مش زول ساكت بتاع عصابه مزول لك في بيت وتخش في شفع صغار شباب، لا لو بقيت مسؤول ذات منو قال لك اي كافر يقتله يا شيخنا؟ منو قال لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا معاهدا لم يرح رائحه الجنه، ريحه الجنه ما شمها، انت قال لك اي كافر بيقتله؟ في كافر ذمي معاهد عرفته؟ مستأمن الحاكم اداه عقد امان قال له خش بلدي ابني لك العمارات دي واعمل وارجع بلدك تقتل انت تلم فيه؟ تقول خواجه هيا بنا للجهاد تفجر وتقتله؟ قال لك رائحه الجنه ما تشمها، نازل شغالين ساكت يا اخي، ما يغشك تترس وما تترس وغيره كذابين، واجهل الواحد اجهل من حمار اهله، ان قلنا له سمع الفاتحه بتجويد صحيح والله ما يستطيع، بس مجرمين يا شيخ، ورينا نواقض الاسلام العشره ما يعرف، ورينا التوحيد فصلوا لنا ما يعرف، شبك الناس تترس وجهاد والدولة الإسلامية وداعش كله كذب، كله كذب، ما عنده علاقة بالدين أبدا. تفضل. السلفية ليست شعارات، ممكن واحد يرفع شعار أو يكتب هنا يقول أنا سلفي أنا ويكون مبتدع. سلفية ما شعار، أول حاجة تعرفها قبل الإخوان المسلمين. سلفية ما حزب، ما حزب ابدا، يعني ما في حزب اسمه الحزب السلفي ولا في حزب في الدين زي المصري الجماعه بتاع الاخوان المسلمين بتاع مصر حزب النور السلفي، كذب، ده ما سلفيين ده الاخوان المسلمين، ما في حزب سلفي، فهمت؟ ولا هي حزبيه اصلا السلفيه، لا السلفيه ده دين منهج، يعني شنو سلف؟ سلفيه سلف يعني شيء مضى سلفا، عشان كده لو ما تلاقي شبع صغير الجماعه بيقول لك شنو؟ ربنا يجعلك شنو؟ سلف، لانه مضى انتهى، مش كده هو كده؟
طيب فسلف ده في اللغة شيء انتهى مضى أو ما مضى ومن مضى سلف. فأنت لما تقول أنا سلفي يعني أنت متابع السلف الصالح. منو السلف الصالح؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دي السلفية. ومن سار على نهجهم من التابعين وتابع التابعين أنت ماشي، لكن يا ما حزب منهج الصحابة دي السلف الصالح. لما نقول السلف الصالح الصحابة ومن سار على نهجهم، تقول عن نفسك أنت سلفي يعني متابع للصحابة والتابعين وإلى آخره. ده الموضوع كله. يلا الأخوان المسلمين متابعين الصحابة والسلف الصالح؟ لا، أخوان المسلمين الأسسهم حسن البنا، ما الرسول، ما الرسول صلى الله عليه وسلم، حسن البنا صوفي في كتابه هو مذكرات الدعوة والداعية يبيعوه في الدار السودانية للكتب. وأنا بستغرب من الناس يزعلوا من الكلام ده، هو قال الكلام وكتبه وباعه في السوق، أنا اشتريته بقروشي وباعه لي عشان أقراه، وأنا قريته ليه أكون نبسته كيف، وأنت زعلان ليه كده؟ بالراحة بالراحة كده بالراحة. زول كتب كتاب ونزل السوق اشتروا منه، شال القروش أكله في كرشك حسن بنا برعي غيره غيره غيره. ليه نزل الكتاب ده في السوق؟ ليه؟ سؤال. عشان يقروه ولا يلفوا بيه شاورما؟ يقروه. أنا قريته، جيت قريته لكم كتاب كذا صفحة كذا، الناس بتنطط تزعل ليه؟ والله ده ما عقل، ده ما عقل ابدا. زول بكوري ده ما عقله ده وين؟ انا ده افهم يا اخي الكتاب ده كتبه لينا وليك عشان تقراه، انا اشتريته وقريته لك. قال الشيخ ور كتاب كذا صفحه كذا، انت زعلان ليه؟ تزعل مني انا ولا من شيخك ذاته؟ تزعل من شيخك ما مني انا، انا مسكين يا اخي. كتاب مذكرات الدعوه والداعيه لحسن البنا الصفحة تقريبا 54، حسن البنا قال أنا صوفي أتبع للطريقة الشاذلية والحصافية، وقال كنا بنحضر الحضرة النبوية. الحضرة النبوية يعني شنو؟ يعني بيقعد الرسول بيجي. قال وده كذب ولا ما كذب؟ كذب يا ربنا قال فإنك ميت وإنهم ميتون. النبي صلى الله عليه وسلم مات يجي كيف؟ وصوفي قال لك. وسيد قطب كفر المسلمين شت كلهم كفار قال. ومن هنا طلعت جماعات التكفير والهجرة وداعش تنظيم القاعدة وناس عباس الباغر الكتل وناس في الجامع ثورة الحارة الجرافة والثورة الحارة الأولى والخليفة وغيره وغيره. ده الموضوع ده الخرج من الإخوان المسلمين. فهو منهج منحرف أبدا، منهج الإخوان المسلمين منحرف وباطل. هل هم كفار؟ ما قلت كفار، لكن ضلال ضالين. نعم تفضل يا ما انتم ما دارين تنوموا؟ تفضل. عبد القادر الجيلاني منهج منهج صحيح. قال شيخ الاسلام ابن تيميه عن عبد القادر الجيلاني قال من اشد الناس تعظيما للامر والنهي الشرعيين. متابع لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ما مات الصوفيه قالوا دي طريقه قادريه. سموها كده. وتمسكوا به زي ما النصارى بعد ما ربنا رفع عيسى قاموا شنو يا جماعه؟ عبدوا من دون الله. فكذلك الصوفيه بعد ما مات عبد القادر الجيلاني قاموا عبدوا من دون الله، ده الموضوع. لكن هو ما عنده زني في الحكايه دي. كان منهجه صحيح 100%. عشان كده الصوفيه بيجيبوا لك كلام ابن تيميه في مدحه لعبد القادر الجيلاني ومدحه للناس اللي كانوا صالحين ومنهجهم صالح صحيح، يقول لك ابن تيميه مدح الصوفية وقال أبقوا صوفية. كذب كذب. عرفت الحتة دي؟ مدح الناس ذيل والناس ذيل أنا ذاته بمدحهم. خلي ابن تيمية كانوا ناس كويسين والله عبد القادر الجيلاني وجزاهم الله خير بارك الله فيهم. ده الموضوع بتاع ابن تيمية. أبدا ابن تيمية ما قال أبقوا صوفية في يوم من الأيام. وابن تيمية ما يرى التعصب للمذاهب الأربعة، يرى إنك تبقى تجاني ولا صوفي ولا قادري. ابن تيميه يدعو الى التمسك بالدليل، مش يعني قال المذاهب الاربعه كعبه، لا لا لا، لكن قال الزول ما يتعصب ليهم انما يتمسك بشنو؟ بالدليل بالكتاب والسنه. ده المنهج بتاع ابن تيميه. نعم. ها؟ زرديه؟ نزارتيه. معلوم؟ لا يا اخي
اول حاجه دي الناس ما موجودين خلاص لا يوجدون، ده اول حاجه. حتى لو في نفر نفرين هنا ما عندهم دعوه، شيخهم ذاته ما عنده دعوه، عشان كده الكلام عنهم كثير انا ما قاعد احبذ والله، لانه ما فيشين اصلا. بيجي بلقاك شغال دعوه التوحيد يقول لك اوعك تتكلم في التوحيد حتى يزكيك العلماء. طيب انت لما قلت لي ما تتكلم في التوحيد زكاك عالم؟ سؤالي بس كده بالراحه كده. لما انت جيت قلت لي ما تتكلم في الدين لحد ما يزكيك عالم، كلامك ده دين ولا باطل؟ يقول لك والله دي نصيحه من الدين. طيب نصحتني، هل زكيت من العلماء؟ لا، خلاص اقعد تاني اشتغل ده. بس ده الموضوع ما في موضوع ثاني ولا ده لهم مناظره، وما في ما في شيخ ذاته ما فيها ناس اشتغلوا دعوه عليك. الله ما تسمع كلام زول، بعدين انت ما تابع لزول عشان زول يجي يقول لك اقيف اشتغل اقيف اشتغل، لا اشتغل دعوه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه واحده، يعني خفف لك يعني ولو ايه واحده بلغ، لكن تكون عندك علم صحيح في الايه دي. ما تتكلم في الدين بشنو يا جماعه؟ بجهل، ده الموضوع. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندنا دول في السوق بالنسبه للسلفيه، اول حاجه اقول لك السلفيه فيهم الخوارج، لو كنت سلف كونك تقول سلفي اكبر دار. لانه السلفيه فيهم الخوارج، كان في الشيعه في قطر قبل قتال ولا لا في قطر عثمان بن عفان كله في السلف. كونك تقول سلفي لا احترام. عشان كده العلماء قالوا، العلماء قالوا السلف ياتو الصالح، عشان يمرقوا الخوارج والشيعه دي برا، فهمت؟ ده الموضوع. العلماء الحته دي انتبهوا ليها، قالوا السلف هذا ما عنده موضوع، لكن تسمع الموضوع. العلماء قالوا كتاب وسنه بفهم السلف ياتو الصالح بس. الاستهزاء بشيء من الدين كاللحيه، تقصير الازار، التوحيد، العقيده، ده كفر يا جماعه. انت حاجه ما قدرت تطبقها، لحيه، تقصير ازار، ما تسخر منها يا اخي، ده دين، ده واجب ما مستحب. واجب. تأثم بتركي. حلقت اللحيه انت آثم. طولت ازارك تحت الكعبين انت آثم، وده من الكبائر تطويل الازار. لكن انت ما قدرت تسويها لحد الان، الله يهدينا ويهدي الجميع. ما تستخف بها، تسخر من دين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما تسخر، ما تسخر. نعم. ما يجوز ذول يقعد مع ناس بيسبوا دين ويتكلموا فاحش، لأنه ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إذا قعدت معهم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.